بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة جديدة ومهمة بعنوان الليغونيلا. في هذه المحاضرة عاوزين نتفق على الآتي: السبيشيز اللي حنتكلم عليه الليغونيلا نيموفيلا، حنتكلم على الجنرال فيتشرز، حنتكلم على المورفولوجي والكلتشر والباثوجينيسيس واللاب دياغنوسيس والتريتمنت اند البريفنشن. اول قبل ما نتكلم عن الجينرال فيتشرز، الاورجانيزم ده في عام 1976 كان هناك في تجمع للمحاربين القدامى اللي هم المارينز الامريكان، وكان التجمع في ليغون كثكنة عسكريه، وبعد فتره من الزمن اذا بعدد من المشاركين اصيبوا بالاوت بريك للنيمونيا، وهم بيفكروا يقولوا اذا ما دام اصيبوا بعض وبعض ما اصيبش معناها انه الاورجانيزم ده ما ينتقلش بالدروبلتس، فبالتالي هنا بدأوا يفكروا ما هو السبب. وأثناء بحثهم وجدوا البكتيريا دي تعيش في المياه وتعيش في المكيفات، وسموا البكتيريا كده، سموها الليغونيلا نسبة إلى الليغون اللي كانوا فيها كثكنة عسكرية، ولأنها بتعمل ريسبيراتوري مانيفستيشن فسموها الليغونيلا نيموفيلا. طيب الآن تعالوا نشوف الجنرال فيتشرز لهذا الأورجانيزم. أول نقطة إنه هناك في أكثر من 40 سبيشيز، أهم سبيشيز هو ليغونيلا نيموفيلا. النقطة الثانية والصفة الثانية إنه هو عبارة عن جرام نيجاتيف رودز. الصفة الثالثة إنه هذا الأورجانيزم بيحب أو بيعشق الماء بشكل كبير، ولذلك حنشوفه في خزانات المياه، في أي مياه موجودة حيكون الأورجانيزم موجود بشكل كبير، لدرجة إنه بدأوا يسموه بحام في الأورجانيزم اللي موجود في المكيفات أو بكتيريا المكيفات، على اعتبار إنه بيكون فيها ماء وبالتالي الأورجانيزم ذا يتواجد. وكان قضية إحداث الديزيز عبر المكيفات، إنه كان بيخرج مع الرادار وبالتالي حدثت الإصابة للمارينز الأمريكان. الصفة الرابعة إنه تخيلوا الأورجانيزم ذا يعيش في الأميبيا، مش الأميبيا معها فاكيول تأخذ الماء وتأخذ التغذية عبر الفاكيولز ذا. لو أخذت الماء والماء ذا محتوي على الليغونيلا نيموفيلا حيدخل بالفاكيول، وتخيلوا يعيش داخل الفاكيول للأميبيا. النقطة التي بعدها إن الأورجانيزم ذا كمان ممكن يعيش انتراسيلولر، وذي نقطة مهمة جدا. أي أورجانيزم عنده القدرة إنه يعيش انتراسيلولر ما معناها؟ معناها إن السيل ميديت إيميونيتي هي الجهاز الذراع المسؤول عن القضاء عليه، وبالتالي إذا كان هناك في ديفكت في السيل ميديت إيميونيتي الأورجانيزم ذا حيعمل الديزيز، لكن لو كانت السيل ميديت إيميونيتي صاحية وعلى مستوى حتستطيع إنها تتخلص من هذا الأورجانيزم. الصفة السادسة إنه هذا الأورجانيزم اللي هو الليغونيلا نيموفيلا بيعيش في البايوفيلم. يعني تخيلوا ليش في البايوفيلم؟ البايوفيلم ده عبارة عن بوليساكرايد، وبالتالي نقول بوليساكرايد إن فيه ماء. فتخيل إحنا درسنا عدد من الأورجانيزم يعملوا بايوفيلم، واحدة منهم مثلاً السيدومونس إيرغونوزا. فتخيلوا السيدومونس إيرغونوزا تعمل بايوفيلم، ممكن إن الليغونيلا نيموفيلا تيجي وتعيش داخل البايوفيلم للأورجانيزم اللي هو مثلاً على سبيل المثال السيدومونس إيرغونوزا. الصفة السابعة إنه هذا الأورجانيزم poorly stained with gram، خاصة من الكلينيكال سبيسمن، من الصعوبة إن إحنا نصفه بالجرام، لكن إذا نمع على الكلشر نصفه بالكلشر وتظهر هي جرام نيجاتيف رودز. الصفة السابعة إنه هذا الأورجانيزم يعني يعتبر فاستيديس، من الأورجانيزم اللي يقول عليه فاستيديس بكتيريا، يعني بحاجة لمواد معينة عشان ينمو، وسبحان الله برغم إنه يعني يحب الماء وينمو في الماء، لكن عشان ننميه في الخارج لابد له من ظروف معينة. تخيلوا عشان ينمو عاوز شاركول، عاوز فحم، وعاوز يست اكستراكت، وبالتالي جابوا له ميديا سموها كده، سموها بافر شاركول يست اكستراكت، وبالتالي كمان عشان ينمو عاوز إلى حد تقريبا 3 دايز. هذا بالنسبة للجنرال فيتشرز. المورفولوجي لهذه الليغونيلا نيموفيلا، اول شيء زي ما قلنا هي جرام نيجاتيف روتس، هي موتايل نان كابسوليتد، بالتاكيد نان سبورفورمينج. لو تلاحظوا هنا لما نصبغها بالسيلفر ستين هذا الجرام نيجاتيف لكنها مصبوغه بالسيلفر ستين. الكالشر بالنسبه للليغونيلا نيموفيلا، الكالشر دي هي ايروبيك، وهي كما قلنا فاستيديس بكتيريا، يعني عاوزه مواد معينه عشان تنمو، زي ما قلنا عاوزه بفر وعاوزه شاركول وعاوزه يست، فيسموا الميديا الخاصة بها بفر شاركول يست اكستراكت اجار.
تعالوا نشوف الآن الباثوجينيسيس للليجونيلا نيموفيلا. أول نقطة، الليجونيلا نيموفيلا بتعمل تو ديزيزز، الليجونرز ديزيز والبونتياك أور البونياك. طبعا هي اسم مدينة فيسموها بحال ساعات بونتياك أور بونياك ديزيز. الليجونر ديزيز هو بيعمل اللي بيعمل اسمه أتيبيكال نيمونيا، والبونتياك ديزيز اللي هو بيعمل مايل ديزيز بنقول عليه دائما فلورايك. طيب تعالوا نشوف الآن الباثوجينيسيس للليجونرز ديزيز اللي بيعمل أتيبيكال نيمونيا. تعالوا نشوف المود اوف ترانسميشن. أهم مود اوف ترانسميشن اللي هو انهيليشن اوف كونتامينيتد الووتر ايرسول، وهذه نقطة مهمة. احنا زي ما قلنا البكتيريا هذه تعشق الماء وتعشق الرطوبة، فبالتالي هي موجودة في خزانات المياه، فقد تكون موجودة طبعا في خزانات المياه. فلكم أن تتصوروا لو في خزانات المياه ملوثة بالليجونيلا نيموفيلا، البكتيريا دي حتنزل في الحنفية. فتخيلوا لو ما تنزل في الحنفية وفي حوض الماء، حتطلع منها الرذاذ ده ممكن يعمل المود اوف ترانسميشن وينقل البكتيريا. او في الشاور، لو واحد عمل شاور والخزان اساسا فيه البكتيريا، فحينزل ماء الشاور وبالتالي حيطلع منه الرذاذ او الايروسول، حيعمل عمليه الكونتامينيشن وبالتالي حيحصل انهيليشن للايروسول. كمان المكيفات لو بتطلع رذاذ حتطلع كمان زي ما قلنا اللي هو الووتر ايروسول، وحيعمل الانفكشن. طيب النقطه المهمه جدا ان ما في بيرسون تو بيرسون ترانسميشن خالص. بمعنى اخر، لو شخص مصاب بالاتيبيكال نيمونيا ما ينقل الاصابه لشخص اخر، لا تنتقل الاصابه الا بالكونتامينيشن اوف ووتر ايروسول. طيب انتقلت الان بالانهيليشن عبر الايروسول، راحت للالفيولاي في اللنج. لو ما تروح في الالفيولاي في اللنج، الخطوه الثانيه حيحصل لها فاجوسايتوزيس. لو ما يحصل لها فاجوسايتوزيس حيحصل انهيبيشن. البكتيريا دي معاها بروتينز ما بتخليش الفاجوسوم يلتصق باللايسوسومال جرانيولز، فبالتالي ما يحصلش فيوجن. ما معنى الكلام هذا؟ معناها ان البكتيريا حتبدا تتكاثر في الفاكيول، تتكاثر في الفاكيول. لو ما تتكاثر في الفاكيول، حيبدا جزء من هذه البكتيريا اللي تكاثرت حيحصل لها سكيب، وحتروح تصيب اذر ماكروفاجز، ومن هنا حيحصل الانفلاميشن. ولما يحصل انفلاميشن معناها ماكروفيجات، معناها الخلايا جاءت، فبالتالي حصل انفلاميشن، وبالتالي حصل الديزيز اللي نقول عليه اتيبيكال نيمونيا. النقطه المهمه جدا، هذا الديزيز ما كان ليحدث لو كان هناك سيل ميديت اميونيتي صاحيه. ليش؟ لان هذا المنظر اللي تتعامل معاه السيل ميديت اميونيتي. تستطيع لو كانت السيل ميديت اميونيتي صاحيه حتستطيع انها خلصنا من هذا الاورجانيزم، لكن هناك ضعف في السيل ميديت اميونيتي فادى الى انه تكونت الاتيبيكال نيمونيا. الاتيبيكال نيمونيا ما معناها؟ معنى الشخص عنده فيفر، معنى عنده شمس، معنى عنده كف. في السيفير كيسز ممكن البكتيريا دي انها تعمل دامج في الفاسكولار اندوثيليوم ان ذا برين اند ذا كيدني، تعمل فيهم دامج. دي في السيفير كيس. في نقطة مهمة، أثناء المالتيبليكيشن للليجونيلا نيموفيلا بتطلع بروتين، البروتين ده عبارة عن أنتيجين، يطلع يروح للدم، ولما يروح للدم يروح للكدني، ولما يروح للكدني ينزل في البول. هذه فقط نستفيد فيه للتشخيص، بمعنى آخر نستطيع في التشخيص نحن نشوف هل في أنتيجين للليجونيلا نيموفيلا ولا ما فيش. هذه بالنسبة لقضية إن احنا نستفيد إنه البرودكشن أوف بروتين أو فورن بروتين اللي هو عبارة عن أنتيجين حينزل في البول. اهو نزل في البول، نستطيع ان احنا نستخدمها في التشخيص. طيب بالتاكيد احنا قبل شويه قلنا اذا كانت السيل ميديت اميونيتي صاحيه مش حيحصل هذا الديزيز. فتعالوا نشوف ما هي البريدسبوزنج فاكتورز اللي ممكن تخلي الشخص لو تعرض لهذه البكتيريا ينصاب. اول بريدسبوزنج فاكتور وهو اهم واحد وهو العام للجميع، انه اي شخص اميونو كومبرمايز بيشنت عرضة لهذا الديزيز. ما معنى من كومبرومايز بيشنت؟ ان السيل الاميون سيستم حقه يعني ديكريز، فبالتالي ده معرض انه يحصل الانفكشن. بالتاكيد الناس اللي هم الاولد ايج بالتاكيد دول عرضه للاصابه بالليجونيلا نيموفيلا. الناس اللي هم هيف سموكر عافانا الله واياكم، الناس اللي هيف سموكر بالتاكيد عرضه انهم ينصابوا بالليجونيلا نيموفيلا. الناس اللي هم عافانا الله واياكم الكهوليزم معرضين انهم ينصابوا بالليجونيلا نيموفيلا. طيب تعالوا نشوف الان الديزيز اللي هو المايلد البونتياك ديزيز. البونتياك ديزيز ده عباره ما فيش نيمونيا خالص، هو كل ما في الموضوع فلو لايك إلنس موجود، وهذا ما معناه السيل ميديت اميونيتي صاحيه فبالتالي خلصت الاورجانيزم وبالتالي يحصل له سيلف ليميتنج. تعالوا نشوف اللاب دايجنوسيس.
اللاب دياجنوسيس اول نقطه اللي هي ناخذ السبيسمن. السبيسمن ناخذها كبرونكيال اسبريت كلانج بايبسي اور بلورال فلويد. بعد كده نروح نعمل عمليه الكلتشر. لما نعمل الكلتشر احنا اتفقنا ان احنا نزرعه على ميديا اسمها بافر تشاركول يست اكستراكت اجار. اي نمو بعد 3 ايام لما يحصل جروث نروح نعمل ايدنتيفيكيشن للكولوني اللي حصل لها نمو بالاميون فلوريسنت اور بالنيوكليك اسيد برو. النقطه التي بعدها نعمل ديتكشن للسوليبل انتيجين في اليورين. وزي ما قلنا انه الانتيجين بتنزل في اليورين فاحنا ممكن نكتشفها بالاليزا وهذا الافضل، او نعملها بالكاسيت برضه من اليورين ودي اكتشافها معناه انه الشخص ده مصاب ايضا بالليجونيلا نيموبيلا. النقطه المهمه انه الديتكشن للانتي بوديز الاي جي ام والاي جي جي نو فاليو، ما لهاش اي فاليو خالص. ليش؟ لانه الانتي بوديز دي مش هتطلع الا بعد شهر او 3 شهور، فمش هتطلع الا الشخص ده يا تعافى يا مات، فبالتالي ما لهاش اي فاليو، ما لهاش اي قيمه. لها قيمه وحيده فقط احنا نقول عليها بتكون يوسفول ان ريتروسبكتيف دياجنوسيس اوف الاوت بريك، بمعنى اخر انه حصل اوت بريك وتعافوا الناس، فاللي تعافى بعد فتره نروح ناخذ منه عينه من دمه ونروح نحصل اي جي ام اور اي جي جي للليجونيلا نيموفيلا، فنقول انت يوم ما حصل الاوت بريك الاورجانيزم اللي كان عندك فعلا ليجونيلا نيموفيلا بس، لكن ليس لها اي فاليو في حاله المرض. تعالوا نشوف الان التريتمنت للاتيبيكال نيمونيا. بالتاكيد اريثروميسين والازيثروميسين يعتبروا دراج اوف تشويس لها. البريفنشن مهم جدا وخاصة في المستشفيات. ليش في المستشفيات؟ لأنه الشخص اللي في المستشفى أكيد هو شخص اميون سابريس، فبالتالي لابد أن نحافظ عليه، فبالتالي لابد في المستشفيات أن يكون في سوبر هيتنج للماء، أن أيضا الماء يكون يضيف له كلور بحيث أنه كل الواتر سبلايز في الهوسبيتالز دي مؤمنة بالسوبر هيتنج وبعملية الكلور. نقطة مهمة أخرى في البريفنشن إنه لابد إنه يكون في إنهانسينج للإميون سيستم. كلما كان الإميون سيستم قوي وكلما كان الإميون سيستم بعافية كلما استطاع أن يتغلب على هذا الأورجانيزم بكل سهولة. كنت معكم فيما مضى من الوقت حول الليجونيلا نيموفيلا، تكلمنا على الجينوم فيتشرز المورفولوجي والكلتشر باثوجينيسيس واللاب دياجنوسيس والتريتمنت أند البريفنشن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.